تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كب كيت؟ لا يوجد شبكة. نقوم بضغطنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بضغطنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل وضغطنا عن كب كيت. قوموا بضغطنا عن كب كيت خاص بكم، ثم سوف نقوم بضغطنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغطنا عن الموافقة، من ثم سوف نقوم بضغطنا عن مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغطنا عن مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن كب كيت خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كب كيت. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.